نور عليك يا محمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. طبعا خلاص النادي الاهلي منذ لحظات بالتحديد اختتم المران الاخير والاساسي ليه هنا في الجابون وبالتحديد في العاصمه ليبرافيل على ملعب الصداقه، استعدادا لاياب دور ال 32 من دوري ابطال افريقيا امام فريق مونانا الجابوني، واللي هي بكل تاكيد مباراه مهمه جدا جدا بالنسبه للنادي الاهلي رغم الفوز المريح اللي حققه الفريق في القاهره بنتيجه 4-0. لكن خليني اقول لك يا محمد واكد على كل جمهور النادي الاهلي ان الجهاز الفني واللاعبين واخدين المباراه بمنتهى الجديه، حتى كلام كابتن حسام البدري مع اللاعبين هو تفادي اي شيء ممكن يحصل يقلب المباراه يقلب النتيجه، فبالتالي طلب من اللاعبين التركيز الشديد والجديه الكبيره في الاداء طبعا خلال هذه المباراه، وايضا طلب منهم الفوز عشان الفريق يقدر يواصل انطلاقته القويه في بطوله دوري ابطال افريقيا، وخصوصا ان احنا دايما عارفين الانطلاقات القويه بتفرق مع مشوار الفريق طبعا، وخصوصا ان النادي الاهلي بيسعى بكل قوه ان هو يحقق البطوله السنه دي بعد ما قدرش النادي الاهلي يفوز في نهائي بطوله دوري ابطال افريقيا امام الوداد، فبالتالي التركيز شديد جدا ان الفريق ان شاء الله يقدر يحقق هذه البطوله هذا العام. لكن خلينا نتكلم عن ابرز ملامح المران النهارده، وهو المران الثالث والاخير للنادي الاهلي هنا في الجابون قبل مباراه الغد يا محمد. يمكن المران بالتحديد ابتدى هنا بتوقيت الجابون في تمام الساعه 3:30 عصرا، وهو نفس ميعاد انطلاق المباراه غدا بتوقيت الجابون، هيكون الساعه طبعا 4:30 عصرا بتوقيت القاهره. فبالتالي المران ابتدى من بعض الجوانب البدنيه وبعض الجوانب التكتيكيه اللي واضح الكابتن حسام البدري ركز عليها بشكل كبير جدا خلال المران، وايضا مع نهايه المران كالعاده اكيد بيبقى فيه تقسيمه كده زي تراي ماتش قبل مباراه الغد، وكابتن حسام البدري من خلال هذه التقسيمه اطمن على عدد كبير جدا من اللاعبين. ايضا كان في جزئيه مهمه جدا مع نهايه المران وهو الضربات الثابته، كابتن حسام البدري ركز عليها مع نهايه المران، وكان خصص بعض اللاعبين لتسديد الضربات الثابته، وبالتحديد يعني كان اللي ركز معاهم كابتن حسام البدري قوي في هذه الضربات كان علي معلول، وليد سليمان، احمد حمودي، احمد فتحي، ومروان محسن. طبعا خليني اقول لك ايضا يا محمد ان انضم فجري اليوم وليد ازار مهاجم الفريق قادما طبعا من المغرب بعد ما كان متواجد هناك عشان ينهي بعض الاجراءات الخاصه به للسفر مع منتخب المغرب لاحدى الدول الاوروبيه لاستعدادات لكاس العالم ومعسكر الخاص بمنتخب المغربي. النهارده وصل فجري اليوم، والنهارده كان المران الوحيد الاول لي والاخير مع النادي الاهلي قبل مباراه الغد، وشارك في المران بشكل جيد جدا، وواضح ان هو كان جاهز وكان عنده بعض التدريبات الخاصه به في المغرب، واصبح جاهز للمشاركه في مباراه الغد على حسب طبعا الرؤيه الفنيه للكابتن حسام البدري. وارد جدا ان هو يبتدي مروان محسن بكره، ما يبتديش بوليد ازارو، لكن وليد ازارو جاهز زيه زي بقيه لاعبي النادي الاهلي. عايز اسالك عن جونيور اجاييه ميعاد وصوله لبعثه النادي الاهلي والتواصل كابتن سيد عبد الحفيظ معه، وايضا عايز اسالك عن حاله الملعب، حاله الجو، الحاله الفنيه بالنسبه للعيبه انت اتكلمت عليها في التمرين، عايزين نعرف الحاله النفسيه، استعدادهم النفسي للقاء مونانا، والاعلام في الجابون كيف يرصد هذا اللقاء. طيب خليني اقول لك او اكمل لك طبعا الجزئيه الخاصه بجونيور اجاييه. جونيور اجاييه كان من المفترض ان هو يوصل مساء امس، يعني للاسف الاجراءات بتاعته الخاصه بالسفر عشان يوصل من نيجيريا هنا للجابون الاجراءات ما خلصتش، فبالتالي كان في صعوبه جدا ان جونيور اجاييه يوصل هنا للجابون. حتى الان ما فيش اي اخبار عن ان جونيور اجاييه ممكن يلحق مباراه الغد، خلاص الموضوع اصبح صعب، النادي الاهلي انهى مرانه الاخير النهارده، المباراه خلاص بعد ساعات، فبالتالي بنسبة كبيرة جدا جونيور اجاييه مش هيلحق ببعثة النادي الاهلي في الجابون، وهيستمر في نيجيريا عشان يكون مع منتخب بلاده في المعسكر الخاص للاستعدادات لنهائيات كأس العالم. ده فيما يخص جونيور اجاييه. لكن فيما يخص الحالة النفسية والحالة الذهنية بالنسبة للاعبي النادي الاهلي، زي ما قلت لك يا محمد هم مركزين بشكل كبير جدا في هذه المباراة، وعندهم دافع قوي جدا ان هم يقدروا يفوزوا عشان زي ما قلت لك تبقى البداية لائقة بالنادي الاهلي، ويبقى دافع قوي للنادي الاهلي في هذه
البطولة. بالنسبة بقى لحالة الملعب، الملعب طبعا يمكن هو ملعب أنشئ في 2012، هو ملعب طبعا عملته شركة صينية بالتعاون مع الجانب الجابوني، ويمكن شكله كويس يا محمد. هو الملعب على فكرة اللي استضاف نهائي بطولة الأمم الأفريقية العام الماضي ما بين مصر والكاميرون، واللي فازت فيها الكاميرون بنتيجة 2-1. الملعب شكله جيد من بره، لكن أرضية الملعب سيئة جدا، يعني زي ما احنا شفنا كده في مباراة المنتخب المصري في كأس الأمم الأفريقية السابقة، الملاعب كلها كانت سيئة. طبعا الملعب ده الرئيسي بالنسبة للمنتخب الجابوني ملعب سيء جدا، عبارة عن جنينة تقريبا، يعني ما فيش اهتمام كبير جدا بأرضية الملعب، الأرضية كمان ناشفة شوية، يعني ممكن تبقى عائق بالنسبة لفريق النادي الأهلي بكرة، لكن إن شاء الله رجالة النادي الأهلي تعودوا على المواقف دي والمواقف الأسوأ كمان من دي، وبيقدروا إن شاء الله إن هم بيتخطوا هذه العقبات وبيقدروا يفوزوا في النهاية، وده اللي أكيد بنتمناه يا محمد. لكن فيما يخص الصحافة الجابونية ونظرتهم لهذه المباراة، الصحافة الجابونية يمكن شايفين إن خلاص الأمور حسمت بالنسبة للنادي الأهلي. اكمل يا محمد ولا اكمل؟ كمل. انا كنت اسالك أكمل على الصحافه واسالك عن انطباع الجمهور في حوارك معاهم، انت اكيد وانت في التواصل مع جماهير بعض الجماهير الجابونيه كلامهم عن اللقاء ازاي؟ تمام. الصحافة الجابونية يا محمد هم زي ما بقول لك شايفين ان خلاص المباراة انتهت، او النادي الاهلي خلاص حسم الصعود لدور 16 دوري المجموعات من دوري ابطال افريقيا، خصوصا بعد النتيجة المريحة اللي حققها النادي الاهلي في القاهرة 4-0. فهم شايفين فرص فريق منانا تكاد تكون منعدمة طبعا للتأهل للادوار المقبلة من دوري ابطال افريقيا، خصوصا ان هم ايضا شايفين فارق الامكانيات طبعا الفنية ما بين النادي الاهلي وفريق منانا الجابوني، وعارفين جدا ان النادي الاهلي عنده بعض اللاعبين الجيدين جدا واللي بيمثلوا المنتخب المصري، بخلاف طبعا الفريق الجابوني اللي تقريبا ما عندوش غير 2 لعيبه بس اللي متواجدين في المنتخب الجابوني طبعا. لكن هم شايفين ان فرص النادي الاهلي خلاص هي الاكبر، وطبعا شايفين ان المباراه دي هي استفاده او اكتساب خبرات اكتر من خلال مواجهه بطل القرن ومواجهه فريق بحجم النادي الاهلي، وهم من وجهه نظرهم شايفين هو المرشح الاول للفوز ببطوله دوري ابطال افريقيا هذا العام، نظرا للجاهزيه الفنيه بالنسبه للنادي الاهلي واللاعبين اللي طبعا متواجدين في صفوف النادي الاهلي خلال هذه الفتره. فهم شايفين خلاص ان الامور حسمت بالنسبه للنادي الاهلي، لكن هم هيحضروا المباراه، الجماهير بقى بالتحديد يا محمد هيحضروا المباراه، هيتابعوا النادي الاهلي، هم مبسوطين جدا ان هم بيواجهوا فريق بحجم فريق النادي الاهلي، مبسوطين جدا ان هم بيتفرجوا على بعض لاعبي النادي الاهلي وبالتحديد احمد فتحي، يعني احمد فتحي هنا في الجابون معروف بالنسبه لهم، خصوصا ان هو نجم دولي كبير وكان متواجد العام الماضي مع المنتخب المصري هنا في الجابون وتأهل لنهائي البطولة. الانطباعات بالنسبة لهم بشكل عام هم مترقبين هذه المباراة رغم طبعا أفضلية النادي الأهلي في الصعود لدور ال 16 من دوري أبطال أفريقيا، وده اللي أكيد بنتمناه يا محمد، وبنتمنى طبعا كل التوفيق للنادي الأهلي خلال مباراة الغد. نقطة أخيرة بس عايز أكلمك فيها، وهو المناخ والأحوال الجوية هنا في الجابون، يمكن درجات الحرارة مرتفعة جدا، يعني بتصل كده 35-36 درجة مئوية، أيضا الرطوبة عالية جدا، يعني بتاثر على النفس بالنسبه للاعبين، التدريبات اللاعبين يعني كانوا بيادوها بصعوبه، لكن لاعبي النادي الاهلي عشان عندهم خبرات من خلال هذه التجارب فخلاص هم يعتبر اتعودوا على هذه الاجواء. فبالتالي غدا ايضا ان شاء الله من المتوقع ان يكون درجه الحراره مرتفعه، في تمنيات طبعا عند البعثه عندنا ان يكون في امطار تسهل من الامور شويه بالنسبه للفريق بشكل عام، ده اللي بيتمناه طبعا اللاعبين والجهاز الفني، لكن الاقرب ان غدا هيكون في درجات حراره مرتفعه. وطبعا الجانب الجابوني بيستغل هذا العنصر السلبي بالنسبة لفريق النادي الأهلي ومخلي المباراة طبعا 3:30 عصرا، يعني في أشد درجات الحرارة بالنسبة لهم هنا في الجابون، لكن إن شاء الله النادي الأهلي يقدر يتخطى هذه المواقف وهذه العقبات ويقدر إن شاء الله يحقق فوز، وخصوصا أن هم مركزين في الفوز هنا يا محمد، مش بس تحقيق نتيجة إيجابية بالتعادل الإيجابي أو السلبي، لا هو النادي الأهلي عايز يكسب عشان يواصل إن شاء الله انطلاقته القوية في بطولة دوري أبطال أفريقيا سعيا نحو تحقيق هذه البطولة الغالية يا محمد بالنسبة لكل جمهور النادي الأهلي. لو لسه في أي استفسار أنا أتفضل معك. شكرا زميلي أمير هشام، تغطية رائعة من منانا في الجابون والعاصمة ليبرفيل، كل أخبار وتفاصيل استعدادات النادي الأهلي للقاء منانا غدا بإذن الله، بشكرك شكرا جزيلا.